مرحبا بكم في الو طبيب. كما كل سمانه نجيب لكم موضوع يهمكم على الصحه. اليوم راح نعالجوا موضوع التهاب الاوتار ولا لا توندينوباتي. اتصلت بنا شابه من العاصمه واسمها سلمى، قالت لنا عندي مشكل في التوندون تاعي، اسكو تعرفوا كاش اخصائي يقدر يحسب لي الحل؟ جبناها معنا اليوم وجينا نشوفوا دكتور لوصيف اللي هو طبيب مختص في جراحه العظام. تبعوا معنا العدد تاع اليوم باش تفهموا وشنو هو لو توندون. السلام عليكم. مساء الخير، واش راكي؟ صافا؟ صافا لاباس انت؟ صافا الحمد لله تخي بيان. الوغ واش من ليبول تاعك، هادي ولا هادي؟ هادي لا دوات. هادي لا دوات، داكوغ. دوزي معايا مالا نروحو نشوفو دكتور لوسي. داكوغ داكوغ. اي تفضل. دكتور لوسيف، شكرا اللي استقبلتني اليوم. دونك كيما قلت لك في التليفون كعيط لك، قلت لك بلي كاين مشاهده اتصلت بنا اللي هي سلمى وقالت لنا بلي عندها بروبليم في لو توندون في الاوتار، ولا نقدروا نصيبوا لها سبيسياليست. انا اتصلت بك ومن بعد قلت نديروا حصه بوكو با باش نفيدوا الجمهور تاعنا. اسكو تقدر تعرف لنا وتعرف الجمهور وشنو هو الوتر ولا وشنو هو لو توندون؟ الوغ الوتر ولا لو توندون سي اللي يربط العضله مع العظم، دونك هو ضروري جدا للحركه، ونلقاو لي طوندون براتيكمون في كاع الجسم وخاصة في المفاصل تاعنا. وين كاين المفاصل كاين لي طوندون؟ كاين لي طوندون. وشنو هما الأسباب علاش يجي التهاب في لو طوندون، ولا علاش يولي الناس عندهم سطر في لو طوندون تاعهم ولا في الوتر؟ ألوغ كيما قلت لك لو سوجي جون، سي الاستعمال اللي يكون كبير بزاف تاع طوندون يصرالو التهاب. باغ كونتخ عند العبد الكبير سي لو فييسمون دو طوندون. طوندون يكبر et automatiquement il va être معرض للالتهاب اكثر من واحد كيكون صغير. ميم طوندون تاعنا كيما باقي مكونات جسمنا طوندون يتجدد، ولكن مع الكبر التجدد هذا كيولي بطيء شويه، دونك يتعرض بلوس لي بليسور والالتهاب. ويعني اللي يدير دوكا كي نقولوا واحد اللي يستعمل لو طوندون تاعو بزاف، يعني واحد رياضي يستعمل بزاف لو طوندون تاعو، اسكو يعني الرياضه اللي يكون فيها شويه عنف ولا اللي فيها قوه تعرض الانسان اللي براتيك هذيك الرياضه المشكل تاع التهاب لو طوندون اكثر من بالك من رياضات واحده اخرى؟ اسكو كاين انواع تاع لي سبور؟ بيان سور بيان سور، سي بور سا باغ اكزومبل كو في رياضه كره القدم معرضين بزاف لي جوار لي بليسور تاع لي طوندون تاع لي ليغامون، اي سي لا ميم شوز بور لي سبور دو كومبا باغ اكزومبل، وين كاين لو كونتاكت فيزيك، وين كاين لو جونو اي ليبول معرضين بزاف لي بليسور دو طوندون. سلمى احكي لنا شويه عليك انت. يا انت رياضيه؟ ديري وي انا رياضيه. بون كنت ندير ليكيتاسيون، تسمى ركوب على الخيل. ابخي درت دوت اكتيفيتي اون باراليل. دونك انا لو بروبليم وقتاش بدا يبان سيتي طحت من العود تو سامبلوم. داكوغ. هنا وين لا بروميير فوا بان لو بروبليم. ومن بعد كوم جي في دي زيتود سبورتيف دونك اشاك فوا تولي لا بليسور، كوم جافي ناتاسيون جافي فولي جافي هاندبول. واش درت انت كوم اتيود في الرياضه؟ انا درت تدريب رياضي، عندي سبيسياليتي ناتاسيون وهاندبول. يافي دي دولور يروحوا ويجوا يروحوا ويجوا اشاك فوا، سا دات دو بلوزور زاني. اي فوالا سي هادو هما دي بتيت دولور في لي موفمون سورتو. الوغ هكذا سلمى في لوكا تاعها قالت لك السطر يجي كي ندير المجهود، وشنو هما لي سيمبتوم بصفه عامه دوك؟ لي سيمبتوم بصفه عامه يقدروا يكونوا متنوعين بزاف، من لا سامبل دولور جوسكا لا دولور كرونيك، الالتهاب اللي يكون دائما عند المريض. الناس الكبار هما لي طوندينيت كرونيك كيولوا من حركه صغيره ما يقدروش يديروها. لو سيجي كيكون صغير في العمر سي بلوتو لور دو لاكتيفيتي تاعو، لور دو موفمون ولا لور دو سبور، وساعات سي فريمون دي حركه بارتيكولير اللي فا ديكلونشي لا دولور. دوكا نحكوا التشخيص. دوكا انا كي جبت لك سلمى اليوم معايا ماذا بيا تورينا ونفيدوا المشاهدين تاعنا انت كيفاش تقوم بالتشخيص، وباش نشوفوا ان شاء الله من بعد نلحقوا الحلول ولا العلاج تاع سلمى. سلمى دونك لاكسيدون الاول اللي منو بدات توجعك ليبول وقتاش؟ صافي عنده 10 سنين. اسكو بعدها رحتي شفتي طبيب ولا؟ ان 2015 سيتي لا بروميير فيزيت تاعي على ليبول. 2015 واش دار لك الطبيب هذا؟ عطاني ايكوغرافي وراديو. كملتي ديري السبور تاعك عادي؟ كملت درت سبور، وميم مور لا كونسلتاسيون هذيك كملت درت سبور. دوكا نقول لك نديرو حركات شويه، تبعيني وكي نوجعك قولي لي. داكوغ. طلعي يدك في زوج. لو بوس دوريه فيغ لو با. ما تخلينيش نحبط لك يديك. هذا توجع. هكذا ديجا كاين الم. وي. في هذه ولا في هذه؟ في هذه. اونيكمون في هذه، الاخرى ما كان والو. تخي بيان. دوري يدك للفوق.
هنا مثلا هكذا ما كاش خليا ديري دبزه هنا توجع شويه هكذا توجع شويه بارابور لو موفمون الاول اما هو اللي يوجعك اكثر الاول يوجعك اكثر حط يدك على كتفك اسكو كي جبتي يدك حطيتها على كتفك جاك اكثر لا تري بيان طبعي لي يدي سي صافي مال وي تري بيان جيب يدك عندك نو ما توجعش تري بيان حط يدك في ظهرك اسكو كي ندير الحركه هذه توجعك كي بعد شويه وجعتني وقفي سلمى اسكو صافي مال نو ليكول تاعك دركا كي قلبتك ترتقد وي اسكو الترتيق هذاك ما في صرالك تري سوفون اسكو يوجعك نو داكور دي فوا تكون غولي لا دولور دي فوا نو اسكو انت ترتقي ليكول تاعك وحدك لا تري بيان كاين ستر هنا شوي سي لوندوات على دولور دائما صح قارني مع الجهه الاخرى داكور هنا باغ كونتر من 0 ل 10 على 10 شحال تمدي لها لا دولور هذه 7 7 على 10 تري بيان دونك هنايا في الحقيقه في لا غاديو تاع 2015 ما نقدروا نشوفوا حتى حاجه خارجه من لا غاديو نورمال لانه لا غاديو نشوفوا فيها غير العظم ما نقدروش نشوف فيها ني لي طوندون ني لي موسك ني حاجه واحده اخرى بون انا بعد ما شفت بعد ما درت لها ليكزامين كلينيك تاعها وما شفت ليماج غير هذه في الحقيقه سلمى عندها زوج مشاكل في الكتف تاعها عندها مشكل تاع التهاب مزمن تاع لو طوندون تاعها الالتهاب هذا راجع لا براتيك تاعها تاع الرياضه بشكل يعني دائم فوالا باغ كونط عندها مشكل واحد اخر في الكتف تاعها اللي عائد لاكسيدون تاع 2009 اللي هي اون انستابيليتي دو ليبول لازم نطلب اون اي ار ام تاع ليبول تاعها باش نشوفوا افيك بريسيزيون لي ليزيون هادو اللي ما بانوا لي في لا راديو ني في ليكوغرافي كاين اي ار ام هنايا في العياده وي كاين اون اي ار ام تفضل مالا درنا امو درنا امدات ونروحوا نتفكروا على بين حطوا نديروا اون اي ار ام بيان سور الاسم تاعك النوم فامي كيف سلمى حنانية لاج تاعك شحال 25 سنه سلمى نخلوك توجدي روحك تلبسي حوايجك تجوزي تشوفي لي غام ديالك عطيني من فضلك لونفلوب اللي مدها لك الطبيب نعطيوها لمحمد اللي راهو هنايا يستقبلنا فوالا تفضل دونك نخلوك تفضلي وجدي روحك ونتلاقاو مور ليها دكتور لوسيف سلمى دارت لي ار ام واش راك تشوف لو ريزولتا دونك لي ار ام هنا نو كونفيرم بلي عندها اون ليزيون تاع لو بورلي هذه راجعه لاكسيدون تاعها تاع 2009 الحاله تاع سلمى حاله جراحيه الحالات اللي داووا بالدواء برك ولا بالراحه ولا ما يتابليكاوش للحاله تاع سلمى اسكو انت يا تمارس هذه الجراحه نعم والجراحه هذه جراحه كلاسيكيات الجراحه هذه جراحه بالمنظار وي دونك ما كاش ما نحلوش الجراحه كاع تندار عبر زوج ثقبات ما يديباسيوش 0.5 سنتيمتر حنا ماذا بينا نحطوا المشاهد تاعنا في الصوره انت هي العمليه هذه ديرها سلمى انت اسكو راكي واجده باش ديري عمليه بيان سور صعب دوبي دي زاني لازم تكون سوليوشن ديفينيتيف باش ان شاء الله ديري حل نهائي واش رايك نديروا لها العمليه دكتور ان شاء الله نتكلوا على ربي دونك دوكا وشنو هما لي زيتاب واش لازمنا نديروا لازم دير ان بيلون جينيرال ولازم تشوف طبيبه تاع الانعاش باسكو العمليه تندار سوز انستيزي جينيرال راح نشوفوا هذا كامل في غرفه العمليات انا ماذا بيا دوكا عطيني واش لازم لها لي بيلون نديروهم وعطينا موعد ان شاء الله نجيبوا سلمى ونجيو ومشاهدينا تبعونا باش تشوفوا وشنو هي عمليه الجراحه بالمنظار تاع لي طوندون وراكم رايحين تكتشفوا بزاف امور
هنا واش راك دير من الحقنه؟ دونك هنايا رانا نشوفوا لا ليزيون اللي شفناها البارح في الاي ار ام. ايه سي سا لا ليزيون هذيك اللي راني فيها هنا. هذيك هي الضربه اللي بنها راه وجهها سطر. فوالا الا سيكاتريزي مي ماشي في المضرب اللي لازم تكون فيه. داكور. دونك هنا تما تقطع ومن بعد عاود تشد روحو مي ماشي في بلاصتو. كوم سي اون ليزيون قديمه كي دات دو 2009. ايه. دونك سا سيكاتريزي او موفيز اندوا دونك حنا رانا نديكوليو فيها باش نعاودو نلصقوها في البلاصه تاعها. تما دوكا راك تنحي انت في الطوندون باش تعاود تلصقو وين لازم يكون. فوالا. واش تستعمل دوكا باش تلصقو باش يلصق؟ اسكو يلصق طبيعيا ولا تلصق؟ يلصق افيك دي زونكر. ايه. دي زونكر سي دي بتيت فيس يروحو في العظم. ايه. افيك دو فيل اللي نخيطو به لو بون. تما راك راح تخيطو تقدر تخيط هنايا من الداخل تقدر تخيط. نخيطو بالمنظار توجور. بالمنظار تخيطو. سا سي واحد من المشاكل اللي كان عندها المريضه هذه. ويقال لها المشكل تاع لي بول لا توندينيت. لا توندينيت باسكو عندها العظم تاعها في ان كونفلي مع لو توندون اي دونك لا توندينيت. وراح تعالج لها لي دو بروبليم في العمليه هذه ولا تبدا بالمشكل؟ لي دو بروبليم اون فالي ريغلي في العمليه هذه. في العمليه اسبيراسيون سي تو بلي دي مانشات. دكتور انا خليك تخدم انا يتكل على ربي داكوغ ومن بعد كي تفطن ما شاء الله نتلاقاو في لاشومب ونحكيو وفهمنا على لي ديتاي تاع العمل. اي ربي يوفق يعطيك الصحة. لا جو في بريباري لو فيل كو جو الي ريكوبيري. مشاهدينا دوكا رانا مول العمليه تاع سلمى. سلمى كيفاش راكي تحسي روحك دوكا؟ سافا سافا الحمد لله لي دولور سون تري ليجير. دكتور يوسف دوكا رانا نشوفوا الحاله تاع سلمى بالك ما المشاهد يشوف يعني راني نشوف فيها بيان يعني ماهيش دايخه بزاف ولا اقل سطر عليها بزاف. هذا هو لافونتاج تاع الجراحه بالمنظار طبعا لا شيروجي كلاسيك. ايه واش تبدل؟ ما كاش الفتحات تاع الجلد هذوك اللي يوجعوا ما كاش من نخدموا اترافير دي زوريفيس وين ما نقطعوا حتى عضله ما نقطعوا حتى طوندون دونك لي دولور ال سون ديمينيي دو بوكو يعني نقصوا بزاف دوكا لي دولور مع لي تكنولوجي والحمد لله نشوفوا باللي بالك سافا نسيتي المشاهدين تاعنا اللي كان عنده مشكل في لو طوندون ولا وخاي يخاف من العمليه نقولوا باللي دوكا كاين دي تكنيك جدد وما تنداش العمليه بالمنظار ما تنداش غير على الكتف ما تنداش غير على الكتف كاع المفاصل نقدروا نديروا عليهم كاع المفاصل تقدروا دير عليهم عمليه بالمنظار. نعم احكي لنا دركا مور العمليه سلمى كيفاش كيفاش راح تكون حياتها واش لازم لها دير باش تبرا دركا باش تعاود تصيب لوزاج تاع الكتف تاعها كيما كان من قبل قبل ما تجي سلمى دركا الفا ريستي ليموبيليزاسيون هذه 45 يوم ان شاء الله. 45 يوم هذول فات يفون بيرميتر دو اسكو الخدمه اللي درناها سيكاتريز اي ابخي 45 يوم يوغا ان بو دو ريدوكاسيون افير ان شاء الله دون 3 mois سلمى نرتروفرا سا في دافون على 3 شهور تعاود تولي وتقدر دير الرياضه كيما كانت على نيفو كيما كانت و سون بروبليم ان شاء الله سون دولور سون بروبليم ان شاء الله يا ربي انت راكي متحمسه باش تعاودي تروبيني الرياضه وحياتك كيما كانت ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. قبل الو طبيب تعرف الو طبيب تشالنج؟ نو ما تعرفش الالو دو تشالنج دونك في لا سيزون هادية انايا دوك نعطيلك ان ديفي ولا نعطيك ان تشالنج اسكو تقبل تاخذ بالمجان ثلاثة من المشاهدين تاعنا اللي عيطوا لنا اللي يكونوا دون بوزوان محتاجين ولا راه مستحقينك ولا مستحقين بيان سور لي كومبيتونس تاعك افيك بليزير بيان سور تري بيان. مشاهدينا دكتور لوسيف راه قبل الالو دو تشالنج عيطوا لنا على رقم 38003800 إذا عندكم سؤال تطرحوه لنا على الموضوع تاع اليوم، وإذا كان عندكم أن بزوان ولا كنتوا محتاجين رعاية ولا تكفل من عند دكتور لوسيف، عيطوا لنا ورانا هنا باش نجاوبوا على التساؤلات تاعكم، تفضل معايا دكتور، سلمى بقى لي غير نقول لك بشفع عليك إن شاء الله. يعطيك الصحة ميرسي بوكو. الله يسلمك ونعاودوا نزوروك إن شاء الله بالك في قاعة الرياضة باش نشوفوا التحسن تاعك. إن شاء الله مرحبا بكم. أوكي كلمة. إن شاء الله. يعطيك الصحة، تفضل معايا طبيب. مشاهدينا لحقنا الفقرة تاعنا الو طبيب وين تقدروا تعيطوا لنا على رقم 3800 وراه هنا دكتور لوسيف باش يستقبل المكالمات تاعكم. نذكركم باللي دكتور لوسيف طبيب اخصائي في جراحة العظام وفي اطار الو طبيب تشالنج. بارك الله فيك طبيب راك قبلت تاخذ اون شارج يعني تتكفل بثلاثة من المتصلين تاعنا دونك عيطوا لنا على رقم 3800 نستقبلوا اول مكالمة. الو
الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله. مرحبا بك سي عزيز من العاصمه هكذا. نعم عزيز من الجزائر العاصمه. مرحبا بك. السلام عليكم. شكرا على الحصه تاعكم. يعطيك الصحه عزيز بارك الله فيك. نشكركم على وفائكم كوم توجور. تفضل معك دكتور لوسيف عطينا الانشغال ديالك. اخ عندي سؤال بك طبيب. وي اسمع فيك تفضل. انا درت عمليه على طوندون داشي الرجل اليمنى. نعم. عندي اشكال فيها. بون عندي واحد العام ونص ملي درت العمليه توجور مازالوا لي دولا. ستر بعد العمليه. بعد العمليه عندي عام ونص ملي درت العمليه عندي لي دولا توجور. درت الرياضه بعد العمليه. درت طبيب معايا درت ريديكاسيون درت واحد 20 سيونس حتى 30 سيونس. 20 سيونس 30 سيونس. كيفاش صرات لك الخطره الاولى للضربه تاع التوندون داشيل تاعك؟ صرا لي انكرازمون هو تقطع لي. في كره القدم ولا في في كره القدم؟ نعم. عفسوا عليك تقطع لك؟ عفسوا عليا تقطع لي. وي داكور. كي اوبيري داروا العمليه كلاسيكيه فتحوا ولا داروا عمليه من الجلد بلا ما فتحوا لك لا شوفي تاعك؟ لا لا راني مفتوح طبيب. داروا العمليه جراحيه مفتوح. داكور. شحال قعدت بالبلاط ابري العمليه؟ ريحت 45 جور ابري نحيتو. ريحت اون سيمانه هكذاك ديت ريديكاسيون ديالي درت واحد 20 سيونس حتى 30 سيونس. مي دوكا مازالو هاد لي دولور ما فهمتش علاش. لا مارش بزاف نوقف بزاف. لي طرافول ديال شافورتي ولا يصبر بزاف. ريبرونيت سبور تاعك؟ سبور حبست ريديكاسيون حبستها. سبور لا ماز درت كاع ما درت نهار ما زدتش كاع. Je pense que ma indique assez de séances de rééducation. Les amis, c'est dire encore chouïa. Parce que tu as mis que non, quand le médecin t'a dit qu'il y a une inflammation. Il y a une inflammation, mais là, je n'y ai pas. Moumkien, et moumkien, tant dont tu as qu'un mariage ou le fait qu'opéra, mais elle m'a de barrage mêlée. دونك يعطيك الصحة سي عزيز. تبعنا دوك نعطيوك الإجابة تاعك. واش رايك؟ عطينا واش رايك؟ بون هذا سي ان كابخي كون لي في ممارسة كرة القدم. وي. جوني بون على بالنا كامل يلعبوا بزاف الفوتبول يعني في الحومة ولا. اكزاكتومون لو مونك ديشوفمون لو مونك دو براتيك في كو المالاد الرياضي يديماري المباراة بلا ما يكون درب روحه مليح. ويؤدي الى لاتنس تاع لو طوندون داشيل. لي شوفمون مهم. وي تسخين لي شوفمون مهم. تري تري امبورطون بيان سور مهم جدا. دونك كي يتقطع طوندون داشيل الحل ما يقدر يكون براتيكمون غير جراحي. كاين حالات وين نقدروا نديروا علاج طبي افيك اون ايموبيليزاسيون باغ ان بلاتر. مي في اغلب الحالات حالات جراحيه. الحاله الصعيبه في التوندون داشيل سي لا ريكوبيراسيون بعد العمليه. لا ريكوبيراسيون بون ثاني المشاهد تاعنا اللي ما يفهمش لو توندون دو فوالا لو توندون داشيل فهموا ابوبخي وين يجي المكان تاعو اكزاكتومون. لا توندون داشيل يجي بين القدم ولو تالون. اكزاكتومون. ولو تيبي. ونسبة نعطوا له لو توندون لو تالون داشيل ولا نسبة الاشيل اللي يقول لك نسبة الاشيل اللي سيتي لو بوان فابل تاعو اكزاكتومون. دونك لا ريكوبيراسيون ابخي جينيرالمون لونغ طويله وتحتاج بزاف العلاج الفيزيائي بعد. وفي الحاله تاع السيد هذا اللي عيط لنا اظن انه ما دارش اسي دو ايدوكاسيون. الجراحه تاعها تندار بالمنظار ولا تندار؟ ما تندارش بالمنظار. ما تندار دركا حاليا يعني تقنيات ميني انفازيف ما نفتحوش الجلد. نديرو ثقب صغار نجوزو منهم الخيط تاعنا ونخيطو. دونك لا ريكوبيراسيون بهذه التقنيه تكون بلو رابيد. ومن بعد العلاج الفيزيائي يكون اسرع والمرض يعاود يرجع للرياضه تاعو الممارسه تاعو الرياضيه بكل سهوله. وسي نورمال بقى له ستر عام ونص ابخي ما تكونش بالك العمليه تاعو بالك نقولوا بالك ما نجحتش ولا ما عاودش لصق لو طوندون تاعو. ما نقدروش هكذا نهضروا هكذا برك. لازم نفحصوا لازم نعاودوا له ايماجري اون ايكوغرافي ولا باش نشوفوا اسك طوندون تاعو برا ولا مازالو مريض. ساعات طوندون يقعد ملتهب مالغي العمليه ايتو تما لازم يزيد يواصل في العلاج الفيزيائي تاعو. خلاص مانا دوك ان شاء الله الزملاء يعاودوا يعيطوا له يعاودوا يتصلوا به بوكوا با نجيبوه لعندك ان شاء الله. فوالا ديروا التشخيص ونشوفوا بالك سي عزيز نجيبوا له حل بوكوا با ولا خدمنا. معنا متصل اخر سي مصطفى من العاصمه. الو.
الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا بك خويا. لاباس خويا؟ لاباس. الله يعينك. لازم الحمد لله. تفضل. انا دارت رجلي كيول وليت مارشارير في الدروج كانت تما خبطت رجلي لا ندروات خبطت دات لي وسات ديلاطات دي بوندو. استنى شوف مصطفى بالعقل برك كيفاش وليت في الدروج مارشارير فهمنا بيبري. زلقت رجلي زلقت كنت مارشارير زلقت لي رجلي ولات الدرجات دوزيام لتحت. انت كنت طالع ولا كنت حابط؟ كنت طالع. داكور زلقت رجلي. بعد وصل طوندون تاعي لا دروات طوندون ديلاطا لي دوخني هذاك الدقيقه هذيك حسيت حاشاك وحاشا قدرك الشغل اللي فوميس مو جاوني. ام بعد رحت لبناكنون رحت لبناكنون يا اخي تسمع فيها. انا نسمع فيك. وي رحت لبناكنون داروا لي لاخر قالوا لي ولدي دير عليها عمليه. ام بعد عاود وليت رحت لدويره كي شغل ايزيتيت انا العمليه عاود وليت لدويره زادوا داروا لي قال لي واحد البروفيسور قال لي ولدي قال لي لاخر تاعك ديلاطه ماشي مقطع. قال لي علاش دير لاخر؟ قال لي تنجم تريح هكذاك يا ما تريكيبيري. وفينالمون دوكا ما نمريكيبيري بصح رجلي شويه منفقه ولاخر من اللور هكذا كي شغل دار لي عرق خشين شويه هكذايا والطالون تاعي جبد شويه للقدام. شحال عندها ملي صارت لك الحادثه هذه يا مصطفى؟ هذه صافي عندها واحد دوزون. شحال في عمر مصطفى؟ انا عندي 56 ans. 56 ans. ودركا واش راك تحس كي راك تمشي في فلاشوفي تاعك؟ لا دوكا نورمالمون اني تري بيان. وشنو عندي؟ قلت لك عندي كيش ولا رجلي شويه من الفخا بارابور لا غوش. اسكو رجلك تهرب لك؟ كي تكون تمشي؟ ما تهربش. نو داكوغ ما تهربش كي شغل طالون داخل شويه هكذا تاتي الاخر هكذا. وانا ايزيتي تانيك مام العمليه ايزيتي لها ما نكذبش عليك. ايه ما حبيتش حبيت تيفيتي العمليه نتايا. اسكو درت العلاج الفيزيائي مر الضربه هذه اللي صرات لك؟ رحت قلت لك كما قلت لك رحت درت شويه هكذا بيبري رحت عاودت وليت لبناكلون. احكي لك على لا ريدوكاسيون. اسكو درت لا ريدوكاسيون؟ ما درش ريدوكاسيون ما درش. داكور. أما كان في بناكنون واش قال لي؟ قال لي واحد شغل ان دومي طالون هكذايا ان دومي طالون فيكسا لي رجلي هكذاك خلاها لي هكذاك. داكور. درت لها واحد بلاتر دوم هكذاك. بلاتر زعما ماشي بلات ماشي بلات نو سومان كي شغل هكذا كي شغل بونسومان كذا دير شويه هكذا. اها فيكسا لي رجلي هكذا كي شغل طبعها لي دروا هكذا كسلها لي هكذا درت لها هكذا كابيبر قريب دو موا بيبري بون ما لحقوش دو موا بصح شغل انا كنت مجيري شويه بها. داكور. دونك انت المشكل تاعك باش نفهمك مليح مصطفى راك حاب تعرف علاش رجلك راهي منفخه مازالها منفخه. يعطيك الصحه منفخه شويه والطالون داخل شويه ليجيرمون برك. بارك الله فيك يعطيك الصحه. تبعنا مصطفى دوك الطبيب يعطيك الاجابه ديالك. دكتور الحاله تاعو باينه سي نونتونس ما تعالجش مليح فاس تاع لا شوفي ما تعالجش مليح ما دارش علاج فيزيائي و سي الحاله تاعو ني بروبابلمون با شيروجيكال ما تحتاجش الجراحه. باكونت تحتاج فحص باش ندققوا مليح وشنو هو لو ليغامون كي توشي با لونتورس هادي ومن بعد افيك علاج فيزيائي ادابتي المشكل تاعو يتريقنا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. دونك حنا دوك نوجهوا له الدعوه باش نجيبوه لك دير له انت التشخيص ديالك ولا لازم له علاج فيزيائي. كاين حبابنا وحباب ربي ان شاء الله حنايا اون فال لو بروند اون شارج اي بوركوا با نزيدو نستقبلوا المكالمه. الو السلام عليكم. سلام ورحمة الله. مساء الخير. مرحبا بك سي حفيد. تفضل عطينا الانشغال ديالك ويسمع فيك طبيب. الانشغال تاعي شيخ انا كنت صغير هكذا كان عندي حادث مرور والحادث مرور هذايا دار لي عندي بوطمون ديبول. سلامت راسك اولا اول شيء. في لو ديبوتمون ديبول هذايا شغل اوروزمون في الانترفونسيون تاع الحمايه المدنيه شغل كانوا تما عباد هكذا وين قدروا يرجعوا لي ليبول تاعي لبلاصتي. في المومون هذاك جافي با بروبلام شغل جيتي موبيل واحد 3 موا هكذاك الموبيل جاو لي يدي واحد 3 موا بعد بريت نورمال عادي مشيت ريديكاسيون قلتلك بريت. وراها عندها دوكا شحال عندها دوكا واحد 2 ولا 3 زون نحس كتفي هادي نحسها شغل توجع شويه وخطر على خطر ما نقدرش نمسك حاجه ثقيله هكذا فهمني.
اللي نسقسيه يقول لي ودي فوالا يقول لي عندك العظم تاعك مع كشغل لي نابار بري 100%، واحد يقول لي كذا، واحد يقول لي لازم لك اوبيراسيون، كل واحد كيفاش يقول لك فهمني. راك تحت تسال الطبيب اليوم ان شاء الله نعطيو لك البون دياغنوستيك يعطيه لك. تفضل شوف الحاله ديالك. الاخ خرجت لك غير خطره ليبول تاعك بعد لاكسيدون، ما زادش خرجت؟ لا لا ما زادش خرجت. داكو مي اسك دوكا كتحسها بلي حابه تخرج لو كان دير عليها نيفور ولا ترفد حاجه ثقيله؟ دي فوا كي ناخذ هكذا في الليل زعما عليها بزاف ولا توجعني. توجعك داكو. دير سبور؟ نعم شويه. راك تقدر تمارس الرياضه تاعك ولا خلاص حبست؟ لا 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 ما نقدرش نمارس الرياضه دوكا زعما كشغل كي فورسي عليها شويه ولا توجعني. توجعك. شحال في عمرك؟ عندي 33. نهار خرجت لك في الاكسيدون تاعك ما كانش معها اكثر ولا؟ لا لا ما كانش نكثرني حتى حاجه. دونك رجعوها لك لي بومبيي سور بلاس. فوين درت الاكسيدون؟ سور بلاس رجعوها لي. ما رحتش للسبيطار من بعد؟ سي رحت للسبيطار درت لنا راديو كدايا ويدي ولات عندها كولور كشغل. نحكي لك زعما ابري الاكسيدون ان كان زعما ان كان زان دو جور ابري ولات كولور تاعها كاع كشغل زرقاك فهمني. ومن بعد بالاخر درت براك شوف كرحت للطبيب عاودت شفت الطبيب بداية قال لك نورمال قال لك هكذا تكون. داكو دوكا ما بداو يحكيو لي على لي زوبيراسيون ما نكذبش عليك انا خفت اوبيراسيون ما نكذبش عليك. مي الحالة تاعك بروبابلومون تحتاج الاوبيراسيون. هكذا وي يحتاج بالك عملية. وي داكو. واش رايك الاخ واش رايك في اطار الروت بي تشالنج نديروا لك موعد مع دكتور لوسيف باش يشوفك ويشوف الحاله ديالك ونصيبوا لك الحل ان شاء الله. لا 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 ان شاء الله خلاص خلينا مالا خلينا لي كوردوني ديالك دوك نتصلوا بك ان شاء الله ونديروا لك موعد وناخذوا كونشارج باذن الله ربي ان شاء الله فوالا واللي فيها خير ان شاء الله طابور يعطيك الصحه ان شاء الله بربي. دونك فوالا دكتور لوسيف شكرا اللي كنت معنا اليوم. اسكو كاين نصائح تقدمهم للمشاهدين ديالنا؟ وي ننسيستي بزاف على ليشوفمون في لو سبور عند لي سبورتيف اللي معرضين بزاف لي طوندينوباتي جوستومون. دونك اسكو لي سبورتيف واللي يدير سبور في الحومه اللي يلعب بالون في الحومه خاطر كاين لي زالجيريان يلعبوا بزاف فوتبول ولا لازم لهم ليشوفمون مهم ثاني بارابور ليهم؟ مهم بزاف باسكو هما بالنسبه اكثر عرضه من سبورتيف باسكو سبورتيف في سيشوفوا على بالو يعني سي ان اكسيدون. اكثر عرضه لي سبورتيف بروفيسيونيل هما اللي نشوفوهم يديروا دي ليزون دو توندون داشيل هما اللي كيوم ما يضرني مش مليح في المسكولاس خاطر بزاف حنا كي نلعبوا ماتش ولا كي يقول لك ما خليه يبدا بالعقل زعما بولوي بدا كي بدا يلعب بالعقل ما يفورسيش بولوي سي ان شوف هذه الغلطه هذه الغلطه اللي تدي لي بليسور ولي. دونك مشاهدينا ولا راكم تشوفوا فينا وانتم من هواة كرة القدم بالخصوص ولا اي رياضه راه يقول لكم الطبيب اللي لي شوفمون اللي تري امبورطون على خاطر مشكله كتشوفوا الناس عيطوا لنا يقعدوا به عامين ثلاث سنين ليدوكاسيون سي با ريان وزيد يولي ما يقدرش يمارس الهويه ديالو اللي هي البالون سي فرستون يعني اللي يحب باغ اكزومبل سبور وما يقدرش يديرو سي فريسكون كومان. وي تافي فوالا. دونك يعطيك الصحه نشكروك. دوك المشاهدين اللي عيطونا نوجههم لك. مشاهدينا ولا انتم ماكش مسحقيتوا تكفل ولا بريزون شارج ولا حاجه اللي نقدروا عليها نقدروا نعاونوكم ولا عيطونا على رقم 3800 ولا تعرفوا واحد محتاج بريزون شارج ولا عيطونا على رقم 3800 ولا عندكم موضوع تطرحوه ولا ثاني كان طبيب حاب يجوز معنا ولا ثاني عيطونا بوركوا با رانا هنا باش نجاوبكم كامل على التساؤلات ديالكم. مابقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم نتلاقاو ان شاء الله السمانه الجايه وبقاو على خير.